هي مسابقة ليها كمان. البطولة دي ليها يمكن أول مرة في تاريخ البطولة بتقام ب 32 فريق، ودي أول مرة تقام، وده كان تحدي آخر لمصلك. الحمد لله يعني الأمور لغاية دلوقتي ماشية أكتر من رائعة. طبعا احنا عارفين المنتخب التشيكي اعتذر، والمنتخب الأمريكي أمريكا. ودخل مقدونيا مكانه هو والمنتخب السويسري. كابتن عبد الوارث، عايز أشوف أو أسأل حضرتك في نقطتين. شفت إزاي الافتتاح من خلال الاحتفالية، يمكن الصغيرة شوية لكن كان أداء أكتر من رائع على جانب التنظيم، وعايز أعرف رأي حضرتك كمان في مجموعتنا، المجموعة اللي احنا بتقع فيها مصر، وبداية أو انطلاقة منتخبنا بالفوز على المنتخب التشيلي يعني بفارق 6 أهداف. أول حاجة طبعا بالنسبة للافتتاح، طبعا أنا يعني من وجهة نظري طبعا هو مش افتتاح اللي هو بالكم اللي كانت الناس كانت مستنياه، طبعا للظروف اللي احنا موجودين فيها، بس طبعا حاجة مشرفة، حاجة احنا بنقول كده يعني هو حاجة سيمبل كده جميلة بالنسبة لنا. صحيح. تشرف بلدنا. هنرجع نتكلم على المجموعة بتاعتنا. مجموعة مصر، معانا سويد، معانا بدل تشيك دخل مكانها مقدونيا، تشيلي. كانت بدايتنا مع تشيلي وضع طبيعي، المستوى اللي ظهر بيه المنتخب المصري في ماتش تشيلي ده وضع طبيعي، الناس ما تقلقش منه. في الوسط ان احنا منتخب ما عملش اي فتره اعداد، هو مجرد ان هو كان تجمعات موجوده هنا، هو لعب ماتشين مع اليابان والبحرين، مع اليابان ومع البحرين، ما كانش فيه كم من ماتشات او اللي هو الفكر اللي كان المدرب كان حاطه او البرنامج اللي كان محطوط ان هو في معسكرات خارجيه، في بلاد هنسافر فيها، في بلاد هتجيلنا. طبعا كل الكلام ده في ظل الكورونا توقف كل الحاجات دي، ده بالنسبه للمنتخبات كلها، فده اللي بين شكل المنتخب مش المستوى اللي كان الناس كانت متوقعه. بس ده وضع طبيعي ان هي كبدايه لينا في البطوله مع ماتش تشيلي، ماتش فرقه متواضعه، فرقه مش التوب اللي هي الموجوده من المنتخبات، فدي بدايه بتبقى بالنسبه لنا احسن، اللعيبه تبدا تستوعب تاني وتبدا ترجع، تبدا تخش جو البطوله. وطبعا تاثير الجمهور ده كان واضح جدا، ان اللعيبه يعني واحنا بنلعب موضوع الجمهور طبعا بالنسبه لنا بيفرق 360 درجه، ان انت بتبقى قاعد مستني ان انت جاي، الناس اللي جايه لك دي انت عايز تخليهم يروحوا مبسوطين وفرحانين، فطبعا بالنسبه لنا دي كان حصل برضو تاثير صوت الجمهور نفسه. بالظبط، هو بيأثر كتير جدا اللعيبه في الملعب. صحيح. وبيدي احساس ان الواحد لما كمان لما بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك هنا بتحس بامان اكتر، فبتبقى تبذل اقصى جهد عندك على اساس ان تطلع كل حاجه عندك في خلال المباراه. صحيح.